معمول لها عمل وشغل قريب واللي عمله واعترف بيه، وكمان عرفت نبأت بميعاد رحيلها. أكشن ومغامرات كتيرة جدا بتعيشها الفنانة فيفي عبده اللي حياتها اتقلبت بقالها كام سنة، ودايما بتتعرض لأزمات صحية ورا بعض ومش عارفين مالها. وطلعت كمان على الهوا تستجيس وبدأت تلف على الدجالين علشان تفك العمل ده. ايه اللي بيحصل لفيفي عبده؟ الست بعد ما كانت نجمة زمانها وهي صغيرة واشهر رقاصة في مصر، فجأة لما كبرت حالها تبدل، كل شوية ترقد لها شهرين ثلاثة في السرير وتحصل لها مصيبة في حياتها. ولانها بتؤمن بالاعمال والسحر والكلام ده، فطلعت قالت من فترة ان اللي بيحصل لها ده مش طبيعي، فضلت تطلب من اللي عمل لها كده يفكوا بأي تمن. الغريبة بقى ان في واحدة عرافة اسمها ليلى عبد اللطيف اتنبأت بحياة فيفي عبده وهتعيش كام سنة، وقابلتها زمان وقالت لها انك هتعيشي لحد سن 80. رجعت فيفي عبده وقابلتها تاني وصورت معها فيديو نشرته وهي زعلانة انها هتعيش 80 سنة بس، وقالت عايزة أعيش أكتر من كده. فيفي عبده مش مركزة في أي حاجة في حياتها دلوقتي غير السحر اللي معمول لها وحياتها اللي قربت تنتهي، لأنها صدقت العرافة اللي قالت لها إنها هتعيش 80 سنة بس. بتلف بقى على الدجالين علشان تفك السحر اللي معمول لها، وعرفت كمان مين اللي عمله. فيفي دلوقتي عندها 70 سنة، علشان كده خايفة لما العرافة قالت لها إنها هتعيش 80 سنة، يعني في وجهة نظرها خايفة تموت في العشر سنين الجايين. بس الأعمار بيد الله يا فيفي، ومحدش عارف هيموت إمتى. طيب مين بقى اللي طلع من لها سحر؟ مش هتصدق، بعد ما فيفي طلعت استغاثت وقالت أبوس إيدك فك العمل، طلع المنتج أحمد الزواوي هو السبب في كل اللي حصل لها، واعترف إن هو فعلا عمل لها سحر علشان هي أذته ونصبت عليه في فلوسه وشقى عمره وكل اللي كان حيلته، فقرر بقى يأذيها زي ما هي عملت فيه. الخلاف ده حصل سنة 2017 بسبب فيلم كان المفروض ان هو يتعمل، وقال انها نصبت عليه في 500,000 جنيه، معرفش ياخد حقه منها، فقرر يروح لدجال يعمل لها سحر علشان يشقلب حياتها وينتقم منها. الغريبة ان المنتج ده كان جريء جدا وعمل مداخلة هاتفية في برنامج من كام يوم، واعترف على الهوى باللي عمله وقال والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول وأذتها زي ما هي أذتني، ولو طلت موتها موتها، إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا إن 500,000 جنيه في 2017 كان كل ما أملك أو تحويشة العمر وضاع مني، يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا ما أذيهاش؟ مش بس كده، ده قال كمان أنا بتعامل بالقانون الإلهي، الجزاء من جنس العمل، عجزتها زي ما هي عجزتني، والنهاردة في أجزاء في جسمها ما بتتحركش، بكرة في أجزاء بتتحرك هتقف. فيفي عبده محدش هيحس باللي هي فيه إلا هي، وهي عارفة حالها إزاي، وأنا معرفتش أخد حقي منها بالقانون، فهعمل أي حاجة علشان أخد حقي، حاولت أخد حقي بكل الطرق ومعرفتش، والنقابة معرفتش تجيب لي حقي، حتى الوسطاء اللي تدخلوا معرفوش يجيبوا لي حقي، وكان لازم ألجأ لحاجة بقى نسميها قرصة ودني. الرب انصدم الناس بكلامه، ومستحيل يطلع يتبلى على نفسه ويقول حاجة ما حصلتش، علشان كده طلع واحد تاني وتعهد بعلاج فيفي عبده من السحر اللي معمول لها، وقال أنا هخليها تمشي على رجلها تاني، وهي لحد دلوقتي في حالة صدمة من اللي سمعته، بتلف بقى على الدجالين والشيوخ علشان تلاقي حد يساعدها بعد ما تأكدت ان فيها حاجة غلط. من كام يوم نشرت فيفي عبده فيديو ليها وهي تعبانة وبتعمل تحاليل، وقالت ان دي بقت حياتي كل يوم، وربنا يأذي المؤذي، ومش مسامحة اي حد بيحاول ان هو يبوظ لي حياتي ويعمل فيا كده. الحاجة الوحيدة الحلوة في الموضوع ان فيفي عبده لسه محتفظة ببهجتها وحبها للحياة، وقالت انا بحب الرقص وهفضل احب الرقص لحد ما اموت، ولسه بتحب تلبس وترقص وتضحك وتتصور. بس يا ترى فيفي بقى هتعمل ايه في الراجل اللي عمل لها السحر ده؟